الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، وينضم إلينا أيضا عبر سكايب الدكتور جمال حشمت النائب بالبرلمان المصري سابقا. أهلا بكم ضيفي الكريمان، ودعوني أبدأ مع ضيفي معالي الرئيس الأسبق السيد منصف المرزوقي. مرحبا بك دكتور منصف، ودعني أسألك عما بتنا نتحول إليه الآن ونعانيه في الوطن العربي من انكسارات وهزائم ومرارات، رغم أو بعد مرور 10 سنوات على انطلاق شرارة الربيع العربي. كيف ترى العالم الآن العربي بعد مضي هذه السنوات وانتفاضته؟ هل حصل بالفعل على جزء ولو يسير مما خرج من أجله قبل 10 سنين؟ شوف، خليني أحكي لك قصة طريفة وقعت لي. شوان لاي كان هذا رئيس، كان الوزير الأول في الصين في السبعينات، وسئل ما رأيك في الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية التي وقعت في 1779، فقال لهم ربما ما زال الوقت قصير حتى يمكن أن نحكم على هذه الثورة. يعني هذا رجل حكيم يقول لك احنا الثورة الفرنسية لا نستطيع ان نقيمها الان بعد 200 سنة، ونحن يعني نريد ان نقيم حدثا تاريخيا بعظمة الربيع العربي في ظرف 10 سنوات. يعني نحن مثلا في تونس ننسى انه طيلة 3000 سنة، في 3000 سنة كانت تونس ترزح تحت حكم ما اسميه شرعية القوة. في 10 سنوات الاخيرة حدث شيء غير مسبوق في تاريخ هذا البلد، انه اصبح ليس يعني مررنا من شرعية القوة التي دامت 3000 سنة إلى قوة الشرعية. تحولنا من شعب عاش يعني شعب رعاية تحت قوة السلاح والسيف 3000 سنة، تحولنا إلى شعب حر، من شعب رعاية إلى شعب مواطنين، من دولة يعني من دولة دولة ديكتاتورية جبارة إلى دولة قانون ومؤسسات. يعني هذا كل الناس لا ترى هذه، انا اعتبرها معجزه وقعت، لانه فعلا يعني لما تدرس التاريخ تشوف هذه القطيعه التامه مع 3000 سنه من الممارسات. ونفس الشيء وقع في كل الشعوب العربيه، يعني صارت في قطيعه نفسيه مع انظمه دامت الاف السنين. والان نحن بصدد تحقيق النصف الاخر من البرنامج على الاقل في تونس، اللي هو برنامج الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، ولكن نفس الشيء يعني من يستطيع ان يقول انه في ظرف 10 سنوات يستطيع ان يحكم على مسار شعب اللي هو يحكم بالمئات وبآلاف السنين؟ يعني خلينا نكون متواضعين ولا نحمل نفسنا أكثر مما تتحمل. يعني صحيح احنا أصبحنا في عصر السرعة، وأنه كل شيء لابد أن يكون الآن الآن الآن. احنا كان عندنا واحد سياسي تاجر سياسة كان شعاره توا، يعني أنه يريد توا، كان يوهم الناس أنه توا الآن سنحقق كل المشاريع، كان كذب. يعني الشعوب زمانها طويل يحسب بالعقول. لكن البعض هنا ربما ينظر إلى الأمر دكتور منصف على اعتبار أنه من صنع الثورة، صحيح هو صنعها لكن صنعها لنفسه، ليس بالضرورة أن نصنع الثورات ويستفيد منها الأجيال القادمة. هل بالإمكان وحتى في قراءة التاريخ يمكن لثورة أن تؤتي ثمارها في نفس الجيل، أم بالضرورة يجب أن يقدم شهداء الثورة على مذابح الإنسانية وتستفيد الأجيال اللاحقة؟ شوف، نحن نتمتع الآن باستقلال، يعني باستقلال نصف استقلال، أنا لا أعتبر أن دولنا مستقلة تماما، لكن على كل حال مستقلة. إحنا الآن عندنا دول اللي هي دولنا، لا دول لا تسوى شيء، لكن دولنا. طيب هذا نحن نتمتع به، لكن آبائنا، أنا يعني إحنا الاستعمار الفرنسي دخل الاستعمار الفرنسي 1881، أصبحنا مستقلين في 1956، يعني شوف تقريبا 80 سنة. والأجيال وراء الأجيال، لأن النضال ضد الاستعمار بدأ منذ دخول لحظة الحصبة. متى أصبحنا نتحصل على دولة؟ بعد 80 سنة، بحيث هذه الأجيال ضحت للأسف الشديد، لم تتمتع بهذه الدولة، وحتى لما جاء البقية الباقية من أعمارهم شافوا أن هذه الدولة وقع الاستيلاء عليها. نحن نفس الشيء، يعني نحن الآن نناضل من أجل أن تكون هناك دولة قانون ودولة مؤسسات، وهذا سيأخذ وقت. كل الأجيال يعني تقوم بنصيبها من التضحيات، يعني الشعار هو زرعوا فيأكلون، نأكلوا نزرعوا فيأكلون، هم زرعوا فأكلنا، نحن نزرع فيأكلون. هذه شوف القضية، ثم ست قضايا. القضية الأولى هي الوعي يعني باللحظة التاريخية. نحن نعيش ولنا الشرف هذا الجيل أننا نعيش لحظة تاريخية مفصلية، اللي هي المرور من شعب الرعاية إلى شعب المواطنين، من قوة الشرعية، من شرعية القوة إلى قوة الشرعية.
من دولة الخواص إلى دولة العموم. نحن نعيش هذه المرحلة مثل ما آبائنا عاشوا مرحلة الاستقلال الوطني. يجب أن نقبل بأن هذه المرحلة فيها تضحيات، فيها خيبة أمل، فيها مشاكل، لكن نحن نتقدم. هذا هو الشيء اللي يهمني أنا بالنسبة لي، هو أن يكون عندنا الوعي التاريخي والثقة بأننا أخذنا المنعرج الصحيح وأننا في الطريق الصحيح. لا، التضحيات منها. ده مهم التوصيف ده دكتور منصف، لأنه محتاجين حتى هنا دكتور جمال حشمت نسأل عن فكرة نفس هذا المنطلق الذي يتحدث منه الدكتور منصف، وهو ما يمكن لخصته إحدى المنظرات الألمانيات روزا لوكسمبورغ لما قالت أنه الثورة هي النشاط الإنساني الوحيد الذي يمكن تحقيق النصر فيه عبر سلسلة من الهزائم. هل تتبنى هذا الطرح بأنه حتى وإن كانت ثورات الربيع العربي تمنى بهزائم متلاحقة، هي في النهاية ستؤدي إلى النصر لأن المسار صحيح منذ بدايته؟ لقاءات مكملين، ومرحب بالدكتور منصف المرزوقي، الرجل الرمز في ثورة تونس. الحقيقة الثورات هي موجات ثورية، ما في ثورة تستطيع أن تحقق أهدافها مرة واحدة، لأن الثورة معناها أنك تغير نظام بنظام، وتغيير النظام يحتاج تغيير رجاله وتغيير فلسفته وتغيير منهجه وتغيير شكله على الأرض، وهذا لا يتم أبدا في وقت قياسي، وهو ده اللي كان أمام الثورة المصرية. يعني بعد أن نجحت الثورة المصرية وبعد أن تم في انتخابات حرة انتخاب أول رئيس مدني، بقيت أمامه مشكلتان، يعني كان يجب الحرص والانتباه لهما. الأولى هي ثورة مضادة من أصحاب النفوذ اللي انت قايم عليهم بثورة، وهم ما زالوا لسه في ركائز المجتمع ومتواجدين بشكل قوي، ومتوقع أنهم مش هيستسلموا، وبالتالي كان هناك لهم دعم داخلي ودعم إقليمي ودعم دولي، وتصرفت فيها مليارات لحشد الناس وتشويه صورة الثورة وصورة النظام. الثورة الثانية أيضا التي واجهت ثورة يناير هي ثورة التوقعات لدى الشعب المصري. الشعب المصري طالع من فترات حرمان، وفطرته التي فسدت وإحساسه بإنسانيته الذي انعدم وحقه في حياة كريمة الذي يأس من الحصول عليه، كل هذا جعله مع شعارات الثورة ومع حراك الشباب ومع حتى الإعلام المغرض خلاه يتوقع أن يكون هناك تغيير سريع، فاستعجل هذه الثمرة. ولما كانت تسير ببطء لطبيعة الأشياء ولطبيعة النظام الذي حاصر الثورة وحاصر رئيسها المنتخب، وكل هذا خلاه أذن تستمع للإشاعات وللإعلام الذي يقول أنه لا فائدة من هؤلاء، بل أن هؤلاء لو تمكنوا سيفعلوا كذا وكذا وكذا، ولن يحققوا ما كنتم تصبوا إليه. إذن واجهت الثورة ثورتان، ثورة مضادة وثورة توقعات. وبالتالي بعد ما حصل الانقلاب العسكري، هل تبقى شيء من الثورة علشان نبني عليه؟ نعم، تبقت الروح، ما زالت الروح الثورية، الناس اللي جربت الحرية في خلال هذه الفترة، فترة السنة أو السنة ونص أو السنتين اللي بعد الثورة، ما زالت تأمل في أهداف لم تتحقق محتاجة أنها تتحقق، في مراجعات واجبة يجب أن تتم عشان تعرف أين كانت الأخطاء وأين كان أسباب الفشل اللي ربما أتحدث عليها. أيضا محتاجة نشر وعي، محتاجة مجهود لنشر الوعي للي حدث في الماضي وتجنبا لما سيحدث في المستقبل، لأن الناس برضو متصورة أن قضية الثورات وقضية التغيير، قضية التغيير يعني إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى تغيروا ما بأنفسكم، فتغيير النفس مقدم على تغيير الواقع. تعال نشوف النفس تغيرت إلى قد إيه، مدى التغير الذي حصل في نفوس الناس. أيضا هناك بقي الثبات والصمود إزاء المنقلبين على الثورة أهدافها من هؤلاء الذين يعانون الاعتقال أو المطاردة أو التهجير. ده واضح، لكن في مشهد آخر ربما يحسن بنا أن نفهمه أيضا، ونحن أمام خلفيتين مختلفتين ربما كلاهما يؤمنان بالثورة وبالتغيير لكن ينطلقان من منطلقات، منطلق إسلامي ربما منطلق يساري في الجانب الآخر. دكتور منصف،
بعض الناس هنا بعد 10 سنين من حراك الربيع العربي يقولون أو يلقون باللائمة على الإسلاميين مثلا، يقولون بأنه لولا وجود الإسلام السياسي أو الإسلاميين لربما انطلقت الدول وربما انفكت ثورات الربيع العربي من قيود دينية ربما ينظر أو ينظر إليها البعض على أنها تعيق الليبرالية والديمقراطية والتقدمية. كيف تنظر إلى هذه المسألة خاصة أنها اتهامات تساق من كلا الجانبين للآخر في كل الأحوال؟ شوف، هي الثورات العربية يعني تتبع مثل ما أورد دائما القوانين المعروفة لكل ثورات، هي أنها يعني تأتي أكلها بعد سنوات لها ثمن باهظ، دائما أبدا ثورة مضادة إلى آخره. لكن الثورات العربية عندها 3 خصائص غير معروفة، يعني لم تشهدها الثورات في العالم قبل. أولا هي كانت يعني ثورة سلمية ديمقراطية، فللأسف الشديد أدت إلى حروب طاحنة وحروب إقليمية، وهذا لم يكن متوقع خاصة في سوريا في اليمن. في أيضا هي كانت يعني ثورة مثل ما أقول طلبات اجتماعية، ولم يكن لها أي صبغة دينية تماما كما كان يخشى. ومع هذا هذه الثورة أتت بالإسلاميين إلى الحكم في 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 مصر وفي تونس. يعني سلمية أصبحت حرب، علمانية اجتماعية يسارية صح التعبير فجاءت بالإسلاميين إلى السلطة، محلية فأصبحت إقليمية، معارك إقليمية. يعني هذه خصائص غريبة في تاريخ الثورات. فعلا أنه يعني من إحدى العجائب والغرائب هو أنه الثورة في تونس اللي هي كانت ثورة لا عندها أبدا لم يلعب فيها الإسلاميين أي دور بتاتا، يعني ولا حتى العلمانيين، يعني كانت ثورة شعبية منطلق اقتصادي اجتماعي إلى آخره، ولم تكن يعني لم ترفع أبدا أي شعارات دينية في طيلة الثورة التي وقعت في تونس. لكن جاءت الثورة بالديمقراطية، والديمقراطية جاءت بالإسلاميين إلى الحكم. هذا طرح إشكالية كبرى بالنسبة للنخب، النخب يعني العلمانية المتغربة، وطرح مشكلة بالنسبة للغربيين. هنا وقع فرز ما بين الديمقراطيين الحقيقيين إن صح التعبير وما بين الديمقراطيين غير الحقيقيين. لأنه بالنسبة للديمقراطيين الحقيقيين، وأنا أنت أتشرب لأنني أنتمي إليهم، أنه شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ خلي الديمقراطية تجيب الإسلام الحكم، شنو المشكلة؟ إحنا ربحناهم مش هم ربحنونا، هم جاءوا للديمقراطية مش إحنا مشينا للإسلام السياسي. هم جاءوا ودخلوا قبلوا باللعبة اللي هي السلطة للشعب، السلطة للقوانين، السلطة للدستور إلى آخره. مش إحنا الديمقراطيين ذهبنا إليهم وقبلنا بمقولة الدولة الدينية، شو المشكلة؟ نخليهم. الطرف الآخر قال لك لا، ما دام هذه الديمقراطية للإسلاميين فنحن لا نقبل الديمقراطية ولتذهب هذه الديمقراطية للجحيم. وأنا ذاك اتضح يعني الخط الفاصل في الحقيقة في هذه الثورة، أنه ما بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين. الديمقراطيين موجودين فيهم إسلاميين وغير إسلاميين، وغير الديمقراطيين موجودين فيهم إسلاميين وعلمانيين. يعني هذا هو الشرح الحقيقي. نفس الشيء بالنسبة للغرب. الغرب لما شاف أن هذه الديمقراطيات تأتي بالإسلامية للحكم لم يرى انتصار الديمقراطية، وإنما رأى انتصار الإسلاميين. فسرنا لهم 1000 مرة الديمقراطية اللي جابت هؤلاء الإسلاميين هي التي يمكن أن ترحل بهم إذا لم يقوموا بواجبهم. شو المشكلة؟ قال لك لا، يعني في انغلاق فكري وانغلاق يعني للأسف الشديد غير ما غير ما. هذا لا يعني أنه الإسلاميين نفسهم ما كانش لهم عيوب وخطايا. أنا نحب نذكرك بأنه الإسلاميين، أنه راشد الغنوشي دعا للتصويت ضدي في لصالح يعني مرشح المنظومة القديمة، بحيث الإسلاميين هم بغض النظر على قضية أنه عندهم حق ولا ما عندهمش حق، أنا أقول أنهم لهم الحق في أن يحكموا إذا جاءت بهم الديمقراطية، لكنهم أيضا لعبوا ألاعيب. أنا حطيت اليوم في على صفحتي يعني محاولة لشهادة للتاريخ، يعني أعطي لكل ذي حق حقه، وسترون أن فيه نقد كثير لأداء الإسلاميين في نعم. قضية في اللعب اللي لعبوه ما بين الثورة والثورة المضادة. هذا أيضا ربما يحسن بنا أن نذكره هنا ونحن نراجع ثورات الربيع العربي دكتور جمال في ذكرها 10. يعني هل بالفعل عندما قدم الإسلاميون نموذجا للحكم سواء في مصر أو في تونس أو في غيرها، البعض رأى أنهم لم يكن لديهم تصور واضح، أو ربما دخلوا بأهداف
كونهم الأكثر تنظيما، كونهم يحملون المشروع الإسلامي، لكنهم في نفس الوقت كما تفضل الدكتور منصف كانوا يلعبون بألاعيب السياسة، والمعروف أن المشروع الإسلامي ربما لديه من السياج الأخلاقي ما يحجزهم عن ذلك. وبالتالي كيف ترى هذه الازدواجية التي يرى البعض أن الإسلاميين قد وقعوا فيها وأنهم تسببوا بذلك في أنهم لم ينجحوا في نهاية المطاف في إقناع الشعوب العربية بالمشروع الإسلامي للحكم؟ وإذا تكلمنا عن الإسلاميين فالإسلاميين ليس كلهم يعني أمر شيء واحد أو جماعة واحدة أو تصور واحد حتى. لا الإسلاميين طيف كبير قوي، كان بدايته من يكفر الديمقراطية ويكفر الانتخابات والقائمين عليها، وآخر يتماهى معها، وفي الوسط من يريد أن يقول أن الديمقراطية هي مجموعة القيم الإجرائية التي تحقق الشورى في الإسلام، وبالتالي ما ترفضه ثوابت الإسلام غير معتبر في قضية العمل الديمقراطي. إنما انتخاب الرئيس والنواب أصل من الأصول في الإسلام، محاسبتهم أصل، عزلهم أصل، الحرية أصل من الأصول وليست فريضة، يعني العدالة يعني ولا يجرمنكم شرعنا قلنا لا تعدلوا، يعني الأسس التي قامت عليها الديمقراطية هي أسس إنسانية، أسس إسلامية، ما فيه خلاف عليها أبدا. البعض أصحاب الالتزام الحرفي شوهوا هذه الصورة وأساءوا للإسلاميين وأساءوا للعملية السياسية، ثم بعد ذلك فوجئنا أنهم دخلوا في الانتخابات بعد الثورة، يعني حزب زي حزب النور هذا، وهذا كلام أنا وجهته يعني رئيسهم أو زعيمهم في إحدى المؤتمرات كانت في قطر ساعتها تتكلم عن الإسلاميون والديمقراطية، قلت له يعني إزاي الجماعة الإسلامية عندما أرادت أن تمارس العمل السياسي عملت مراجعات وطلعت من السجون وأخطأت نفسها في أمور، أنتم دون أي مراجعة. الإخوان عملوا ذلك، الإخوان لهم مراجعة في سنة 95 ولهم ثلاث مراجعات في المرأة والشورى. حزب النور لم يكن هناك أي معارضة، يعني من تكفير الديمقراطية إلى المشاركة فيها، من تكفير العمل الحزبي إلى المشاركة فيه، من تكفير الانتخابات والبرلمان الذي يشرع من دون الله إلى الدخول فيه والمشاركة فيه. نعم. فكان هذا النوع من أنواع الإساءة التي أساءت للإسلاميين كلهم. وبالتالي لما نيجي نقول إيه أسباب الفشل بقى عشان نبقى منصفين وإحنا بنقيم نفسنا، إحنا قلنا ده فترة المراجعة أو فترة التقييم التي سينبني عليها الموجة الأخرى التي ستأتي لا شك في يوم من الأيام. نمرة واحد، عدم الاستعداد الواعي لمهام الحكم، يعني كان محتاجة دراسة داخلية، دراسة إقليمية، دراسة دولية بشكل تجابه التحديات التي تأتي من هذه الأماكن التي تتوقع منها. كذلك الشعب نفسه يعني فسدت فطرته، إحساسه بالأمان، إحساسه بأنه له حق في حياة كريمة، إنسانيته العادية، كل هذه شوهت وأصبح إجراء المصالح يتم بنوع من الإقصاء الآخر وأخذ حق الآخرين. ولما جم الإسلاميين ما كانوش عايزين يقتنعوا أن ممكن يبقى في حاجة جديدة، لا أنت ما اديتنيش، يبقى أنت يا جماعة طيب علشان نعملوا إتاحة الفرص وعشان يبقى نتساوى، أنت بتخدم الناس بتوعك زي الحزب الوطني بالضبط. أيضا العداوة المسبقة، في عداوة لدى فئات من الشعب في سواء في الدولة العميقة أو اللي شارك في الفساد في الداخل أو حتى الدول التي ترفع عودة مصر إلى استقلال قرارها وسيادة نظامها، كان يمثل خطر عليهم وعلى حلفائهم. نمرة ثلاثة، ممكن نقول أن الدخول في صراع أو سباق التمكين بالحكم بين القوى الوطنية التي باع بعضهم، لا أقول كلهم، إنما بعضهم باع ضميره الوطني وإرادته للعسكر أو للخارج، فأفسد عليهم فرحة الديمقراطية. السبب الأخير الحقيقة هو ربما استعجال فتح ملفات تمكين في مفاصل الدولة، وانت لسه يعني قضية الهوية والفساد وامتلاك القوة اللازمة زي الغذاء والدواء والسلاح قبل توجيه الصف، يعني قبل ما نوحد صفوفنا وقبل ما ننشئ خطط للتنمية. الحقيقة ده كان في
زيادة، ربما كان حيحدث فيه زيادة لطمأنة كثير من فئات الشعب اللي كانت تتصدر معارك ضد الانقلاب وضد من ينقلب على الثورة. فده كان نوع من أنواع التسرع المحمود غير المدروس، وكان كل حاجة لها تمن طبعا. طيب دكتور منصف، الحديث هنا حوالين فكرة الجماعات الإسلامية أو الإسلاميين أو ثنائية ما كنا نتحدث عنه الآن ربما شيء، لكن في شيء آخر محتاج أن نفهمه أيضا متعلق بالشعوب بقى المرة دي، وهو أنه عندما يثار الأمر المتعلق بالمسلمين في عقيدتهم أو دينهم، عندما يساء مثلا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دولة من الدول، ترى الأمر واضحا لدى المواطن العربي والمسلم وتجده منتفضا وبقوة ولا يقبل هذا المساس بعقيدة أو بمقدس، في حين أن مسألة الحرية والاستبداد والوقوف ضد الظلم والحكام المستبدين ربما هي قضية تأتي في مرتبة متأخرة ما زال حتى الآن لدى المواطن العربي بعد 10 سنوات من الربيع العربي. لماذا في تقديرك قضية المسلمات والمقدسات الدينية لدى العرب واضحة، فيما قضية الحرية والاستبداد تبدو غير ذلك؟ شوف، أنا بالنسبة لي الشعوب هي مشروع وليست معطى. يعني الشعوب أنا أخذها في إطارها التاريخي، يعني الشعوب كائنات، كائن يتطور، يتعلم، يخطئ، يجرب، خاصة يجرب. يعني التجارب هي التي يعني تنضج الشعوب، حيث أنت لما تنظر إلى شعبنا اليوم في هذه اللحظة يجب أن تنظر له يعني كأنه نهر لا ترى منه إلا هذا المقطع الذي أنت أمامه، لكن النهر هذا عنده يعني جاي من مئات وآلاف السنين وماشي إلى يعني مئات وآلاف السنين. القضية الأساسية هي هذا الشعب كيف هو بصدد التطور. أنا أقول لك لليوم شعوبنا كلها بصدد التطور الإيجابي، يعني هي الآن تنتقل من مرحلة شعوب الرعاية إلى شعوب المواطنين، أنها بدأت تستبطن هذه قضايا الحرية وبدأت تفهم أشياء التي كانت مغيبة عنها، لا شيء إلا لأن الإعلام اليوم وحرية الرأي أصبحت مفروضة على الدكتاتورين إلى آخره. أن تكون هذه الشعوب متجذرة في المقدسات هذا شيء طبيعي، لأنه هي الشعوب كيف تكون؟ الشعوب تكون بالتماسك وبالتجذر وفي نفس الوقت بالحركة. هي لا تستطيع مثلا أن تقف فقط عند التجذر، لأن آنذاك ستصبح شعوب ميتة يعني انتهت، وهي لا تستطيع أيضا أن تكون حركة متواصلة وإلا فإنها تفقد هويتها وتفقد تمسكها. نعم. إذن الشعوب مبنية دائما وأبدا على هذه ثنائية المحافظة، محافظة على لغتها، محافظة على دينها، محافظة على مقدساتها، لأنها ضروري بالنسبة لها لكي تكون شعوب، وفي نفس الوقت هي مجبرة على التحرك وعلى التأقلم مع العالم الذي تعيش فيه. نعم. ومن ثم نحن شعوبنا والحمد لله هي الآن يعني أظهرت خاصة في قضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم عبد تجذرها، لكن أيضا عبر هذه الثورات تظهر أيضا هي يعني إرادتها الراسخة لكي تصبح شعوب من المواطنين وليس شعوب من الرعاية. نعم. إذن خذ هذه الشعوب على أساس أنها يعني شعوب طبيعية تحافظ على تماسكها، على نسيجها الروحي، وفي نفس الوقت هي تتطور. أشكرك شكرا جزيلا دكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية على وجودك معنا في هذا اللقاء، كما الشكر موصول لضيفي الدكتور جمال حشمت النائب بالبرلمان المصري سابقا على تلبية الدعوة. شكرا لكم ضيفي الكريمان، والحديث ربما يطول حول مكتسبات الربيع العربي والدروس المستفادة منه، لكن هذا ما تيسر في هذا المقام. شكرا لحضراتكم على المتابعة.